هلا احنا بنينا المره الماضيه 2 بلس ريكتيفاير، وايش عملنا عشان ايش عملنا باللود؟ متذكرين خلينا بيور اندكتيف، تمام، يعني فيري فيري هيفلي اندكتيف. ضلينا نزيد الاندكتنس لحد ما الزاويه صارت قريبه من 90. اي زاويه اللي هي قريبه من 90؟ زاويه اللود اللي هي ارك تان او تان انفرس اوميجا ال على ار. ولما عملنا هيك، لما صار اللود هيفلي اندكتيف، شو صار الكرنت الدي سي او الكرنت اللي ماشي في اللود؟ لا، قبل سكوير ويف، باللود اللي ماشي باللود صار دي سي تقريبا، مش هيك؟ عمل هذا وصار، والريبل صار صغير جدا فيه. فلما اطلعنا على الكرنت في السبلاي شو صار شكله؟ سكوير ويف. كل اللي رح نحكيه بعدين عن الهارمونكس اللي بسحبها من السبلاي مبنيه على هذا الاسامبشن، انه اللود عندي فيري هيفلي اندكتيف، ولانه اللود فيري هيفلي اندكتيف ببدا بسحب دي سي كرنت في اللود. وإذا سحبت دي سي كرنت في اللود، لما بتطلع على الكرنت اللي بسحبه من السبلاي شو بصير شكله؟ سكوير ويف. سكوير ويف بأشكال مختلفة، رح نشوف شو هي سكوير ويف. ما هي سكوير ويف إلها ديوتي سايكل، إلها اون تايم واوف تايم، رح نطلع عليهم هون. فهلا اليوم رح نحاول نبني 6 بلس ريكتيفاير. فرح آخذ زي ما عملنا المرة الماضية، رح نبدأ فايل جديد، ورح أمشي بالخطوات من البداية عشان فهون نفس الشيء رح يكون عندي. هلا بدي أبني 3 فيز سورس. رح ناخذ بلوك جاهز للثري فيز. في بلوك بس انا غلبتني كثير لما استعملتها، لانه فيها امبيدنسز كثير وسيتنجز بدك تعملها في داخلها. في بس الها يعني الها امبيدنس والها سيتنجز، ولما كنت مرات استعملها تغلبني بالهاي، وجدت انه اسهل انه ابني ثري فيز. بس اذا انت تقدر تستخدمه استخدمه. هلا انا هون باخذ فولتج سورسز، فرح ناخذ هون الكتريكال سورس، رح اخذ اي سي فولتج سورس، وهذا الاي سي فولتج سورس راح اسميه هلا مثلا ار. هلا هذا راح احول الفريكونسي تبعته 50 هرتز، وخلينا نعمله زي ما عملنا المره الماضيه. راح نعمله قديش عملنا هاي 325، عملنا البيك 325 عشان الار ام اس قديش يكون 240 او 230 اظن، مزبوط؟ خليها على 325، والفريكونسي حولتها ل 50 هرتز. اذا صار عندي هذا، هلا راح انسخه هذا مره وبعدين مرتين. هذا عندي راح يصير، راح اسميه اس، وهذا راح اسميه تي. وايش احنا قلنا لازم يكون علاقه الفيز انجل ما بين الاس والار والاس والتي؟ اذا هذه راح احطها ناقص 120 درجه. هي ناقص 120 صارت هذا الفيز انجل، فهذا لاجينج باي 120 ديجريز، وهذا لاجينج باي 240 ديجريز، 240. هي تكون عندي 3 فيز سيستم. زي ما حكى زميلكم في 3 فيز سورس جاهز، وفي تفاصيل اكثر بكثير نحن نحكي فيها. اذا حبيتوا تبنوه من هناك امكانكم تبنوه كمان، ما فيش مشكله. هلا هدول راح اشبكهم الثلاثه من هون، هي صار عندي شبكته انا بستار. لسبب معين السيم باور سيستمز ما بحب الدلتا كونكشن للسورسز، لانه بصير في زي سيركوليتنج كارنت. اذا هدول هي صار عندي هلا 3 فيز سورس. هلا راح اجهز 6 بلس ريكتيفاير، فراح ناخذ عملنا احنا 4 دايودز المره الماضيه، مش هيك؟ هلا راح ناخذ 6 دايودز. الدايود راح اعمل له روتيشن، وهي تتذكر اللي حكيت عنها، هي سنابر نتورك، ار سي نتورك ان باراليل. واظن البارامترز تبعتها بامكانك تغيرهم. هي اذا بتطلعوا سنابر ريزيستنس 500 اوم، هدول ار سي نتورك ان سيريز، والهدف منه بتتذكروا ايش حكينا عنه؟ بيعمل ليميتيشن للدي في على دي تي. بشكل عام الدي في على دي تي ان باراليل مع السويتشز هدول ممكن تسبب مشكله، خصوصا لما نيجي على مين؟ الاس سي ار، لانه بالاس سي ار ممكن يعمل له سبيرس تريجرنج. فعندي الار سي نتورك اللي هو موجود، اللي هو سنابر ريزيستنس 500 اوم و250 نانو فرد، هدول بيشتغلوا كسنابر نتورك. هي الفورورد فولتج 0.8 فولت، او بتغيره زي ما بدك. وفي له اون ريزيستنس انترنال ريزيستنس. نعم، لا بتغيرها زي ما بدك، زي ما بدك. هيو عامل لك، مش عامل لك شيدنج، الها امكانك تغيرها زي ما بدك.
هلا هو في تصميم، في تصميم تفصيلي. هلا لو انت بدك تشتغل بتصميم تفصيلي، انا شفت مره بيبر تحسب بالضبط حسب الدائره قديش لازم يكون قيم السنابر نتورك. بس انت اذا بدك سنابر نتورك عادي استعمل هدول القيم زي ما هم اذا ديفولت. هلا بننسخ هذا ست مرات وخلينا نرقم هذا زي ما رقمنا هناك. راح نرقم هذا 1 هي 3 هي 6. هلا لانه هذا ان كنترول ما فيش عندي طبعا بلسز، بعدين لما نيجي هدول يتحولوا لاس سي ار راح يصير في عندي بلسز وبعمل بتصير كنترول ريكتيفاير. هاي جزء من ريكتيفاير والجزء الثاني هيك تمام. عندي الريكتيفايرين رقمه زي ما كنا نرقم هناك. راح ارقم، راح اسمي هذا 1 2 3 هذا 4 وهذا 2 وهذا 3 وصلنا عندي هون 5 وهذا 6 وهذا هو نفس الفايرنج سيكونس، هذا نفس السيكونس راح يشتغلوا فيه. هاي هدول جاهزين، ما في حاجة اعمل فايرنج بلسز ولا سينكرونايزيشن. سينكرونايزيشن بيجي بعدين لما هذا يصير كنترول ريكتيفاير. هلا اذا وين راح اشبك هدول؟ راح اخذ ار، اخذ ار هون ما شبك، لازم على السيليكون. خليني ابعد هذا الدايت لفوق وهذا لفوق وهذا لفوق. هاي ار، هاي اس، وهاي تي. هلا لازم نضيف لود ولازم نضيف ميجرمنت ولازم نضيف الجي يو اي ما ننساهم. اذا اول شيء خلينا نضيف لود. راح اخذ هلا انا اول شيء ريزيستيف، راح اخذ اليمنتس، راح اخذ ار ال سي برانش نلفه 90 درجه نحوله لريزيستيف بيور ريزيستيف، بعدين بنحوله لاندكتيف. خلي هاي تكون 2 اوم هاي اول شيء لود. خلينا اضيف الجي يو اي كمان. جي يو اي راح احط الباور جي يو اي ما راح اعمل فيها شيء الان. هلا بدنا ميجرمنت، ايش الاشياء اللي بدنا نعملها ميجرمنت؟ شو رايك ناخذ الفولتج على اللود والكرنت اول شيء على اللود، بعدين رح نبدا نتطلع بعدين نشوف الكرنت اللي بسحبه من السبلاي. الجراوند، هلا الجراوند احنا احيانا بحطها ما بصيرش شيء لو ما حطيتها. الجراوند اللي على السورس هون، لو حطيت جراوند على السورس بصير ما بياثر شيء. خلينا نحطها. هاي الجراوند عند الشبكة. بعدين هلا رح ناخد فولتج ميجرمنت. هاي الميجرمنت ناخد فولتج وكرنت. هاي كرنت
هاي فولتج، نحط الفولتج هون ورح ناخذ عبر اللود. عند الفولتج الكرنت راح اخذه ان سيريز مع اللود. وهلا بدنا اوسيلوسكوب عشان نشوف التنين. بدنا ماكس. صحيح بناخذ مالتيبلكسر عشان التو سيجنالز وبناخذ 1 اوسيلوسكوب. اوكي هيك كل شيء جاهز مزبوط. حبناش نعمل رن اكثر من 0.2 اوف ا سكند، يعني 10 سايكلز بكون عندنا. في شيء نسيناه؟ قديش حطينا قيمة المقاومة احنا؟ 2 اوم. طيب 2 اوم مش مفروض. مزبوط السكيل، ما هو سكيل صحيح. اوكي ماشي، اذا هذا كم بلس الريكتيفاير؟ 6 بلس. المفروض خلال فترة سايكل واحدة كم بلس يكون عندي؟ 6. وهذا صحيح اذا بتطلعوا هلا هون مثلا، خلينا نعمل زوم هون. الماكس الانبوت فولتج. هلا راح نحط الفولتج. اذا نطلع هلا هون عندي في فتره 20 ملي سكند، هي 20 ل 40 مزبوط. كم بلس عندي؟ هاي نص، 1 2 3 4 5 ونص، مش هيك؟ ونص ونص 1 و5 6 بلس. فعندي 6 بلسز، واضح طبعا هون لانه ريزيستيف لود ببساطه. ايش انت كنت بدك تشوف؟ حط الانبوت فولتج. خلينا نطلع على واحد من الانبوت فولتجز نشوف، نقارن الفيز. مثلا خلينا ناخذ الار. لو اخذنا الار خلينا ناخذ الفيز فولتج، ايش رايك؟ ناخذ الفيز فولتج، فناخذ هلا كمان فولتج ميجرمنت. حط هون فولتج ميجرمنت، راح ازيد الماكس الى 3 انبوتس. وبعدين راح اخذ هذا هون. هلا راح اخذ الار. راح اخذ الكون او اوكي. صار عندي هلا الفولتج، فبقدر الان اقارن اطلع على الفيزز والفاليوز. طيب خلينا نطلع هون شو اللي شفناه، ايش الاشي الجديد اللي ضفناه؟ هذا الفيز فولتج مزبوط. الار ام اس تبعه حوالي 220، بس البيك فاليو تبعه حوالي 325، لانه طبعا العلاقه ما بين البيك والار ام اس. هذا اول شيء. الشيء الثاني بنلاحظ انه البيك هذا مش نفسه البيك هذا، مزبوط؟ ليش؟ اللاين، عشان اللاين فولتج. تمام، هذا راح يجيني من اللاين فولتج اللي هو مين؟ ار ماينس اس، مش هيك؟ جذر الثلاثة، تمام؟ والفيز تبعه راح يكون مختلف. فالآن لو اجينا أخذنا ار ماينس اس وعملناها بلوتنج، وين لازم نلاقي البيك تبع ار ماينس اس يجي؟
راح يجي على واحدة من هدول مزبوط. خلينا نتأكد منها ونشوف. إذا راح أخذ كمان فولتج راح أخذ R minus S، أحط فولتج سورس لل R minus S. إذا راح نعمل كمان أو إذا بدكم بلغي هاي من هون وبلغي هاي من هون وراح أخذ S هون، هاي S نأخذها من هون هيك. إذا إيش اللي صار داخل هلا على الفولتج ميجرمنت واحد R minus S اللي هو شو سميناه إحنا لاين فولتج، واللاين فولتج هو اللي راح يطلع برا. لأنه مين راح يشتغل حتى R minus S يطلع برا عندي على الأوتبوت، مين الدايودز اللي لازم يشتغلوا؟ هي R. إذا مين الدايود لازم يشتغل حتى R يمر لهون؟ واحد. وS هي هون، بس مين يشتغل حتى النيجاتيف تبع S يطلع لهون؟ إذا لما يشتغل 1 و6 الفترة اللي بيشتغل فيها 1 و6 اللي هي لمدة 60 درجة راح يكون طالع عندي هون R minus S. إذا خلينا نطلع هذا نشوف نتأكد، ولازم ينطبق على مين؟ على الأوتبوت. لازم ينطبق على الاوتبوت بخلال فتره بس 60 درجه. هاي R minus S minus R في له فتره ثانيه، S minus R راح يطلع 60 درجه ثانيه، بس R minus S راح يطلع خلال ال 60 درجه هاي اللي احنا بنحكي عنها. خلينا نطلع نشوف، هاي شايفين كيف ال 6 pulses اجوا من مين؟ اجوا من R minus S واجوا من R minus T واجوا من S minus R و S minus T و T minus R و T minus S مزبوط. فكل 60 درجه بيطلع واحد من هدول اوتبوت. الفترة هاي طلع فيها R minus S. R minus S هي موجود هون، وبتلاحظوا هو اللي انطبق، هو اللي اشتغلوا 1 و6 اشتغلوا خلال الفترة هاي مزبوط 60 درجة هاي. خلال فترة ال 60 درجة هاي R minus S كان R the most positive و S the most negative مزبوط، فاشتغل 1 و6 فطلع عندي R minus S برا هي موجود هون، وراح الاقي بعديها بتصير اظن R minus T، هاي بتصير I minus T مزبوط. نتأكد منها انها R minus T. شو نقدر نعمل اذا نتأكد انها R minus T؟ خلينا نضيف كمان واحدة وندخل عليها R minus T. فراح أخذ الآن كمان voltage measurement، وهذا ال voltage measurement راح أضيفه للمالتيبلكسر، والمالتيبلكسر راح يصير فيه له 4 inputs. هلأ أنا عندي R جاهزة، بقدر أخذ R من هون، فهي R. مين الدايزر راح يشتغله لما يكون R minus، لما R minus T بده يطلع؟ واحد واثنين. تمام. إذا هلا بدنا ناخذ T من هون. هاي R minus T، وبناخذ R minus T بندخله على الشانل الرابع. ونعمل run. هلا اذا استلخبطت باصطلاح الالوان، اول شانل عندي بدخل على المالتيبل على الاوسيلوسكوب لونه اصفر، هل هذا لونه اصفر الكرنت؟ بعدين ماجنتا، بعدين ساين، بعدين ريد. وين الماجنتا؟ انا بس بحكي لكم عن ترتيب الشانلز، اذا بتربط تربيط ترتيب الشانلز، لانه المشكله في هاي الريفيجن من مات لاب ما بقدرش اميز بينهم. هذا الاصفر مزبوط، اصفر اللون هيك طالع اصفر. ماجنتا اللي هي لون من الألوان الأحبار. الساين هي الساين اللي هو أخضر على أزرق، وبعدين هذا بيجي الأحمر الرابع. هاي لاحظوا هلا إيش صار عندي؟ إيش إحنا كنا نقول R minus T R minus S بعدين R minus T مزبوط. هر R minus S انطبقت عند اللحظة هاي. مين اللي صار the most negative؟ R minus T T صار بطل S the most negative. مين صار T؟ فطفى 6 واشتغل 2. لما طفى 6 بس واحد ضل شغال اللي هو تبع R، لأنه R لسه the most positive، فصار عندي هون R minus T R minus S R minus T S minus T S minus R، وهكذا بكمل الستة لحد ما أخلص الحل. هلأ اللي بدنا نكمله المرة الجاي راح أزيد اللود، أحول اللود إيش أعمله؟ إندكتيف. وقبل ما أحوله إندكتيف ذكروني، خلينا أول شيء نطلع شكل الكرنت الآن شو هو إيش راح يكون، بعدين راح نحول اللود نخليه إندكتيف، راح نضلنا نزيد زاوية اللود لحد ما الكرنت إيش يصير؟ دي سي تماماً، ما فيش عندي أي ريبل فيه. وراح اطلع وقتها راح يصير شكل الويف فورم سكوير ويف، بس سكوير ويف مش السكوير ويف اللي انتم متعودين عليها، راح يكون في لها 33% اون و 66% اوف، فهي سكوير ويف، بس سكوير ويف الديوتي سايكل تبعت الاون والاوف مختلفه في الكرنت. هذا كله راح نربطه بعدين بالهارمونكس، الهارمونكس اللي بسحبها من مين؟ من السبلاي. الهارمونكس اللي بسحبها من السبلاي راح تعتمد على عدد البلسز تبعت الريكتيفاير.
يلا أعطيكم العافية.